أسئلة اليوم، ما الأفضل أن تدفع الصدقة للمسجد أم إعطاء الناس فقراء؟ إذا نزل الفقراء بساحتنا وكانوا في حاجة إلى غوث، فإن مصلحة حفظ النفس إن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان. فإذا كنا أمام فقراء أمام أعيننا وفي حالة عوز ويحتاجون إلى غوث، فهؤلاء مقدمون على غيرهم، لأنهم قدموا في آية المصارف إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ولأن اختزلت المصارف فيهم في الحديث النبوي تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم.